مختصر البصائر انه الكتاب الذي قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمه في اصله لاحد اصحاب ائمتنا بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الاشعري القمي رضوان الله تعالى عليه اختصره احد اعلام الشيعه من اعلامهم في القرن الثامن الهجري الحسن ابن سليمان الحلي وهذه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه في الصفحه الثامنه والستين بعد الاربعمائه انها خطبه من خطب امير المؤمنين تعرف بخطبه المخزون اذهب الى موطن الحاجة منها، الخطبة طويلة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته يقول: يا عجبا! يا عجبا! من هنا من هنا أطلقت على الرجعة الصغرى بأنها الرجعة العجيبة. يا عجبا! يا عجبا! وايه عجب! يا عجبا! يا عجبا! كل العجب! كل العجب! كل العجب بين جمادى ورجب! الحديث عن جمادى الثانية! يا عجبا! يا عجبا! كل العجب بين جمادى ورجب بحسب الاحاديث بحسب الروايات ومن خلال القرائن الواضحه فان رجبا هذا الذي يتحدث عنه امير المؤمنين انه رجب العلامات ورجب العلامات يكون في سنه قمريه هجريه زوجيه في بدايتها تبدا حركه السفياني لكنها لا تكون واضحه انما يتضح امر السفياني جليا في رجب من تلك السنه في الاسبوع الاول في بدايات شهر رجب ورجب هذا هو رجب العلامات فان السفيانيه سيشخص حاله وكذلك اليماني سيشخص حاله والخراسانى رجب العلامات فما بين اواخر جمادى الثانيه وبدايات شهر رجب تحدث هذه العلامه العلامه العجب لكنها ليست من العلامات الحتميه ونحن في ثقافة العترة نعلم علم اليقين من أن الوقائع التي هي بدرجة الميعاد هي التي لن يؤثر قانون البداء عليها لان الله لا يخلف الميعاد اما الوقائع التي قد تكون في مستوى الوقائع الحتميه فان قانون البداء يتطرق اليها ولكن بدرجه اضعف بدرجه اقل من الوقائع غير الحتميه السفياني علامة حتمية، اليماني علامة حتمية، الخراساني علامة حتمية، وكل هذه العلائم ستتحقق في شهر رجب، في رجب العلامات، في سنة قمرية هجرية زوجية تكون سابقة لسنة فردية التي هي سنه الظهور فان صيحه ستقع في شهر رمضان بعد شهر رجب العلامات حيث ينقضي شعبان وياتينا شهر رمضان في فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان انه يوم القدر وليلته السابقه هي ليله القدر وبحسب الأحاديث سيكون يوم جمعة رجعة الأموات هي هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين ويصفها بالعجب هذه الواقعة ستقع في النجف في مقبرة النجف يا عجبا! يا عجبا! كل العجب بين جمادى ورجب فقال رجل يا امير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه؟ لا تزال تعجب من أي أنك تؤكد هذا العجب تؤكده دائما تتحدث عنه دائما وهنا أيضا في كلامه ابتدأ قوله يا عجبا وبعد ذلك قال كل العجب بين جمادى ورجب هذا المضمون كان يردده امير المؤمنين كثيرا وائمتنا كذلك لانهم يريدون ان يثبتوا في اذهان الشيعه عقيده الرجعه الصغرى فضلا عن عقيده الرجعه الكبرى يا امير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فماذا قال قال ثكلت الاخر امه يشير بالاخر الى الذين لا يؤمنون بهذا الذي سيتحدث عنه امير المؤمنين ثكلت الاخر امه واي عجب واي عجب يكون اعجب من اموات يضربون هامات الاحياء هذا هو العجب اموات يخرجون من قبورهم لنصره امام زماننا يضربون هامات الأحياء وأي عجب وأي حجب يكون اعجب من أموات يضربون هامات الأحياء فقال الرجل أن يكون ذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحب يقسم أمير المؤمنين هل يقسم لنا لكي نصدقه هذا منطق أعوج إنه يقسم لكي يلفت انظارنا إلى أهمية هذا الموضوع. والذي فلق الحبة وبرأ النسم كأني انظر اليهم ينظر الى الاموات كاني انظر اليهم قد تخللوا سكك الكوفه هذا هو الذي قلته لكم في حلقه يوم امس من ان الاحاديث اخبرتنا من ان الاموات سيخرجون من قبورهم في الرجعه الصغرى الذين محضوا الايمان كي يضربوا النجفيين والكربلائيين على رؤوسهم ما هم من شيعه العتره الطاهره انهم شيعه البتريين شيعه البتريين اذهبوا الى حسينياتهم واعرفوا من خلال الصور المعلقه في حسينياتهم واعرفوا هم من شيعه اي عجل من العجول البتريين والذي فلق الحبه الامير يقسم والذي فلق الحبه وبرا النسم كاني انظر اليهم قد تخللوا سكك الكوفه وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور إشارة إلى أن القوم كفار لا يعتقدون بالرجعة إشارة واضحة وهذا هو موقف مراجع النجف وكربلاء عبر القرون اما أنهم يتأولون الرجعة وإما أنهم لا يفقهون شيئا من أسرارها وإما أنهم يعتقدون أن الرجعة هي التي تحدثت عنها الروايات بخصوص الرجعة الصغرى ويصدرون الفتاوى من أن الاعتقاد بها ليس ضرورياً الذي لا يعتقد بها لا يكون قد حصل خلل في دينه وأهل محمد يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس من احاديث اهل البيت التي تذكر شرائط الايمان احد هذه الشرائط الايمان بالرجعه برجعتهم الكلام هنا عن الرجعه الكبرى وانما تاتي الرجعه الصغرى في حاشيه الايمان بالرجعه الكبرى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره. يئسوا من الاخره انها الرجعه انها الرجعه والا فان هؤلاء يؤمنون بيوم القيامه مثلما يؤمن اتباع سقيفة بني ساعده فإن أتباع سقيفة بني طوسي يؤمنون بالقيامة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار هؤلاء كفار لأنهم نقضوا بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير كافر مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعه الغدير على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى الفتاوى والاحكام على جميع المستويات الدينيه والعقائديه والتشريعيه يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب فقال الرجل يا امير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه قال ثكلت الاخر امه انه الاخر الذي لا يؤمن بالرجعه واي عجب واي عجب يكون اعجب من اموات يضربونها مات الاحياء قال انى يكون ذلك يا امير المؤمنين قال والذي فلق الحبه وبرا النسمه كاني انظر اليهم قد تخللوا سكك الكوفه وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من علماء الشيعة في القرن العاشر الهجري وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة في الصفحة الرابعة والثمانين بعد الستمائة إنه الحديث الثاني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العجب العجب كل العجب بين جمادى ورجب فقام رجل فقال يا امير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فقال ثكلتك امك هناك فارق في الالفاظ وهو فارق يسير واي عجب اعجب من اموات يضربون كل عدو لله ولرسوله ولاهل بيته الى اخر ما جاء في الروايه الشريفه المضمون هو هو والكلمات هي هي مع اختلاف يسير انما قرات ذلك عليكم كي تعرفوا ان المضامين هذه تنتشر في كتب حديث العترة الطاهرة لا يحدثونكم بها أو أنهم حينما يتحدثون عنها لا يجيدون فهمها ولا يعرفون كيف يوضحون الأمور لكم لماذا؟ لجهلهم بثقافة العترة الطاهرة ولبعدهم عن دين العتره الطاهره هذه هي الحقيقه من الاخر قد يكون الكلام مستغربا عند البعض خصوصا الذين يسمعونني لاول مره لكنهم لو تابعوا برامجي وطلعوا على الحقائق والوثائق التي هي بالمئات والمئات فانهم حينئذ سيعرفون دقه مقصدي. هذا هو كتاب الارشاد للمفيد المتوفى سنه 413 للهجره وهذه طبعه طبعه مؤسسه سعيد بن جبير انها الطبعه الاولى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين هجري قمري قم المقدس في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة من حديث ينقله المفيد عن عبد الكريم الخثعمي. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أذهبوا إلى موطن الحاجة من الحديث. وإذا آن قيامه. إذا آن قيامه إذا صار قيام القائم قريبا. ولهذا قلت لكم من أن رجبا الذي تحدث عنه أمير المؤمنين هو رجب العلامة. يمكن ان يحدث البداء فيه كي يكون رجبا في السنه القادمه في سنه الظهور فهذه العلامه اما ان تقع في رجب العلامات في السنه التي تسبق ظهور الامام او في رجب في سنه الظهور وإذا آن قيامه وإذا آن قيامه مطر الناس أي أن المطر نزل عليهم مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم ير الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وابدانهم في قبورهم اين سيكون هذا في النجف في مقبره النجف فهم سيخرجون من مقبره النجف يتخللون سكك الكوفه كما قال امير المؤمنين يضربون هامات الاحياء من اعداء الله وأعداء رسوله وأعداء علي صاحب جيش السفياني موجود هناك موجود هناك ولكن ذلك سيكون في وقت قادم بعد أن يرسل السفياني جيشه إلى العراق صاحبه سيحط رحله في رحبتكم في رحبه الكوفه في رحبه النجف ثم يصدر بيانه من انه من جاء براس رجل من شيعه علي فله الف درهم هذا يعني ان النجف ما فيها احد من شيعه علي الا ان يكون متخفيا اما هذه الغوغاء الكثيرة من الناس فهؤلاء ما هم من شيعة عليا هؤلاء سيبحثون عن الذين يشكون فيه انه من شيعة عليا كي يقطعوا رأسه ولذا فإن الاموات من الذين محضوا الإيمان سيخرجون إليهم من قبورهم سيخرجون إليهم وإنهم لا يخرجون إليهم قبل ذلك بحسب هذه الروايات فإنهم يخرجون في الوقت الذي يعرف أمر السفياني في سوريا إلا إذا حدث البداء في شهر رجب سيكون ظهورهم في رجب في السنه الثانيه وهذا الكلام انما اقوله من خلال القرائن المتوفره في الروايات والاحاديث واذا ان قيامه مطر الناس جمادى الاخره وعشره ايام من رجب مطرا لم ير الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وابدانهم في قبورهم الامام الصادق يقول فكأني فكأني انظر اليهم مقبلين من قبل جهينه الامام يشير الى الجهه التي كانت تسكن فيها قبيله جهينه في الكوفه فالقبائل كانت كل قبيله تاخذ منطقه خاصه بها الامام يتحدث عن وقته عن ايام زمانه فكاني انظر اليهم مقبلين من قبل جهينه ينفضون شعورهم من التراب اي عجب اعجب من هذا ولكن لا عجب ان يكون ذلك في العراق فاهل العراق غدره فجره غدروا بالعتره الطاهره وسيغدرون بامام زماننا ولذا فان علاجهم من نفس مقبره النجف من هناك يخرج الذين محضوا الايمان كي يضربوا هامات النجفيين والكربلائيين كي يضربوا هامات شيعة العراق الذين عبر التاريخ خذلوا الأئمة ولا زالوا يخذلونهم حقائق دين العترة واضحة وواضحة جداً لا شأن لكم بي انا لا قيمه لي انا ناقل للحقائق عودوا الى برامجي وتابعوا برامج قناه القمر ستعرفون الحقيقه الواضحه ستعرفون الفارقه الكبيره يا ايها الذين تقولون نحن شيعة ما بين دين العتره الطاهره وما بين دين المؤسسه البتريه المرجعية الطوسيه فكاني انظر اليهم مقبلين من قبل جهينه ينفضون شعورهم من التراب الحديث عن الكوفه الحديث عن الكوفه الحديث عن النجف نحن لا نستغرب هذا الرايه الاهدى تاتي من اليمن عجب هذا اذا ماذا يفعل هؤلاء في النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ماذا كانوا يفعلون ماذا يفعلون الراية الأهدى تأتي من اليمن والراية المهتدية تأتي من خراسان تأتي من إيران وشيعة علي يفرون من النجف لأن رؤوسهم مطلوبة في النجف البتريون هم الذين يكونون في النجا انهم مراجع التقليد الذين وصفهم امامنا الصادق بانهم اضر على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه والناس الغوغاء اتباعهم دققوا النظر في هذه الصوره الراية الاهدى تاتي من اليمن الراية المهتدية تاتي من خراسان اشياع علي يفرون من النجف صاحب جيش السفياني يحط رحله في رحبتكم في رحبة النجف يخرجون لقتال امام زماننا بقضهم وقضيضهم انهم فقهاء النجف الروايات تقول لست انا الذي اقول شيعه العراق يبايعون السفياني بحسب ما حدثنا امامنا السجاد في الوقت الذي يدخل فيه امامنا الحجه العراق ويصل الى القادسيه القادسيه قريبه من النجف الإمام قريب من النجف وشيعة العراق يبايعون السفيانية في النجف الروايات هي التي تقول هل لهم من علاج إلا أن يخرج عليهم الأموات كي يضربوا هماتهم العفنة هماتهم البترية النجسة وهذا هو الذي سيجري هذا هو الذي سيجري فكأني انظر اليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب، الأئمة يرسمون لنا صورا قريبة جدا. انتبهوا إلى كلمات إمامنا الصادق وهو يقول: فكأني انظر اليهم ها هم وها هم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب. وماذا نقرا ايضا هذا هو الكتاب المعروف برجال النجاشي اسمه الاصل فهرست النجاشي لكن مراجع الشيعه زوروا عنوانه لان الشيعه لا يملكون كتبا فيما يسمى بعلم الرجال فزوروا هذا الكتاب الذي هو فهرست لاسماء المؤلفين والكتب فسموه برجال النجاشي وهو فهرست لا علاقه له بعلم الرجال لا من قريب ولا من بعيد لان القران يرفض علم الرجال ولان العتره الطاهره ترفض علم الرجال مطلقا وهذه الحقائق بينتها في برامجي وفي الحلقات المختصه بعلم الرجال هذا الذي اسميه بعلم القنادر على اي حال الكتاب يعرف برجال النجاشي والا فان اسمه الاصل فهرست النجاشي بحسب ما هو معروف رجال النجاشي هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه النجاشي هذا توفي سنه 450 للهجره في الصفحه الثانيه بعد العاشره هذه ترجمه ابان بن تغلب رقم الترجمه الرقم السابع ابان بن تغلب من كبار اصحاب ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين امامنا الباقر كان يقول له اجلس في مسجد المدينه وافتي الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك لما وصل نعيه الى امامنا الصادق قال عنه اما والله لقد اوجع قلبي موت ابان ابان هذا كوفي وليس من اهل المدينه لكن الامام الباخره كان يطلب من اذا ما جاء من الكوفه الى المدينه كان يطلب منه ان يكون في مسجد النبي وأن يتحدث للناس لأن الإمام يحب أن يرى الآخرون أشخاصا كأبان هذا في شيعة العترة الطاهرة هؤلاء حملة حديث أهل البيت الذي اريد ان اذكره هنا عن عبد الله بن خفقه يقول قال لي ابان ابن تغلب مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر عليه السلام مثل ما يفعل البخاري لماذا لم ينقل حديثا واحدا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه وما ترك ابن زانية وما ترك سافلا إلا وروى عنه وروى عن أشخاص لا وجود له لماذا لان الامام الصادق ما كان يضبط الحديث مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر عليه السلام قال فقلت كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سالته عن شيء الا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ابن خفق يقول هذه اللقطة التي أردت أن ألفت أنظاركم إليها لأن الكلام هذا في الكوفة فأبانوا من أهل الكوفة قال فمر صبيان وهم ينشدون ينشدون نشيدا صبيانيا فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جمادى ورجب امير المؤمنين والائمه لكثره ما تحدثوا عن هذا الموضوع صار الامر يعرفه حتى الصبيان جعلوه نشيدا ينشدونه وهم يلعبون في شوارع مدينه الكوفه فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جمادى ورجب عبد الله بن خفقه يقول فسألته عنه سأل ابانا ابن تغلب ما هو هذا العجب؟ فقال لقاء الاحياء بالاموات لقاء الاحياء بالاموات انهم الاموات في مقبره النجف يخرجون كي يضربوا هامات الاحياء من النجفيين والكربلائيين ومن سائر ابناء المدن الشيعيه العراقيه الذين سيكونون في النجف وكربلاء هذه أحاديث العترة وهذه أحاديث أصحاب الأئمة هذه الرواية جميلة عن سليم بن أبي حية قال كنت عند الصادق صلوات الله عليه فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني أحب أن تزودني أن تحدثني بحديثك أن تعرفني معرفة عالية أحب أن تزودني فقال ائتي أبانا ائتي أبانا ابن تغلب لأن سليمان ابن أبي حية كان يزور الإمام الصادق في المدينة وهو راجع إلى الكوفة فقال عليك بأبان فقال أتي أبان ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك فروه عني هذه أحاديث العترة وهؤلاء كبار أصحابهم امير المؤمنين غذى اهل الكوفه الى الحد الذي الصبيه يتراكضون في الازقه وهم يرددون كلماته انشوده اطفاليه العجب كل العجب بين جمادى ورجب فاين انتم عن هذا يا شيعه النجف ويا شيعه كربلاء أين أنتم عن هذا يا شيعة العراق؟ هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل